في 22 أغسطس 1922 تم استدعاء الشرطة للتدخل في منزل في لوس أنجلوس بعد أن أبلغ الجيران عن سماع طلقات نارية في منزل السيدة والبورغرا أوستيريش التي لقبها أصدقاؤها بدولي. وصل الضباط ليجدوا مشهدا مروع لزوجها وهو يرقد في بركة من الدماء بينما كانت محتجزة في خزانة الغرفة. من أطلق النار على الزوج؟ هل كان بدافع السرقة كما ادعت دولي؟ وما السر المخبأ في علية منزلها؟ كشف بحث سريع في المنزل عن سرقة ساعة الزوج فريد ويليام أوستريش المرصعة بالألماس، وكاستنتاج أولي بالحادث وكأنه عملية سطو أخرى كمثيلتها السابقة. لكن في هذه الحالة هناك ما هو أكثر مما تراه العين، فعلى الرغم من قصتها فقد وجدت دولي نفسها في قلب التحقيق في جريمة قتل بعد عدم الوصول إلى مشتبه بهم آخرين، كما كان معروفا أنها هي وفريد تربطهما علاقة متقلبة بعد أن ادعى العديد من الجيران أنهم سمعوا الزوجين يتجادلان في تلك الليلة. كما وجد أيضا أن فريقا قد قتل بمسدس عيار 0.25 الذي يعتبر سلاحا ناريا للسيدات وليس نوع السلاح الذي يتوقع أن يفضله سارق مسلح، وفي حين اشتبه في أن دولي على أنها من أطلق النار على فريد، ظل السؤال كيف انتهى بها الأمر داخل خزانة الملابس. غير أن الشرطة كانت محقة في الاشتباه في أنها كانت تخفي شيئا ما لسنوات. ولنفهم كيف حدثت جريمة القتل تلك نحتاج إلى العودة قبل 9 سنوات من وقوع الجريمة، حيث كان فريد ودولي يعيشان في ميلويك، ويمتلك فريد مصنعا ناجحا للمنسوجات. كما بدت حياتهما مثالية كزوجين يملكان الكثير من المال ويعيشان في منزل جميل، لكن كانت هنالك مشكلة واحدة فقط، حيث بدأ فريد يشك في أنه بدأ يفقد عقله حين بدأت في نسيان مكان وضعه للأشياء مثل الملابس وسيجارته المفضلة. كما كان يسمع أصواتا مثل الخدج آتية من السقف ظن أنها مجرد فئران، وقالت دولي أنها لا تسمعه مطلقا. ثم ذهب لرؤية طبيبه، وشخص على أنه مصاب بالتعب ناتجة عن ضغوط وظيفية فأدمن على الشرب لنسيان ما يحدث، ولكنه ظل يشعر بأن هنالك شخص يعيش معهما. مرت 5 سنوات وأخيرا اتخذ فريد القرار بالرحيل بعيدا عن ميلوكي قدر الإمكان. كان ذلك في العام 1918 والوجهة لوس أنجلوس، إلا أنه استمر في الهذيان والتهيؤات كما أسمتها دولي، وكلما كان يشعر بذلك كان ينجذب أكثر إلى الشراب، وتتدهور علاقته مع دولي بسرعة. كما بدأ يشتبه بشدة في أن زوجته لم تعد مخلصة له، وفي إحدى الليالي بدأ الزوجان في الشجار، ثم حدث ما صدم فريد، فأثناء شجارهما سمع صوت شخص ينزل من العلية ويقتحم الغرفة وهو يلوح بمسدسين صغيرين، ثم أطلق المتسلل النار من مسافة قريبة 3 مرات قبل أن يجمع ما عثر عليه من أشياء ثمينة، يغلق الخزانة على دولي ثم يهرب. باستكمال التحقيق وجدت عدة تناقضات، أولها كان لماذا قد يواجه اللص مالكي المنزل مباشرة بينما كان بإمكانه السرقة والهروب دون اكتشافه. كما كانت الحقيقة الأكثر إثارة للاهتمام هي أن فريد تعرف على الرجل الذي أطلق النار عليه، وكان اسمه أوتوسان هوبر، عمل في مصنعه في ميلووكي كمصلح لآلات الخياطة قبل عقد تقريبا قبل أن يترك وظيفته في العام 1913، ولم يره فريد منذ ذلك الحين. ورغم أن النظريات كانت كثيرة، أولها أن دولي استأجرته لقتل زوجها أو أن العامل قدم للانتقام وغيرها، لكن لا واحدة منها كانت صحيحة. الحقيقة الأكثر غرابة بكثير هي أن فريد كان محقا في الاعتقاد بأن دولي كانت على علاقة غرامية، وكان عشيقها أوتسان هوبر يختبئ في الطابق العلوي وقت الجدال، وخوفا على حياتها أخذ مسدسيها وهرع إلى الطابق السفلي لمساعدتها. كان هناك شجار آخر بعد وفاة فريد، حيث قامت دولي بسرعة بتأليف قصة الدخيل، ثم
أخذت ساعته المسية لجعل قصة ساتو تبدو أكثر واقعية قبل أن يقفل على دولي في خزانة الملابس لمنحها حجة. عندما قيل أن أوتوكان يختبئ في الطابق العلوي، فهذا ليس فقط في يوم الجريمة بل دائماً، فقد ظل فريد يعيش مع الرجل الذي سيقتله يوماً ما لمدة 9 سنوات كاملة دون أن يدرك الأمر. دولي قابلت توتو في مصنع زوجها في العام 1913، وحرصاً على إيجاد عذر لقضاء بعض الوقت معه، فقد أخبرت فريد أن ماكينة الخياطة الخاصة بها معطلة، وكما كان متوقعاً أرسل فريد أوتو لإصلاحها في اليوم التالي. ثم وصل العامل ذو 17 عاماً إلى المنزل وبدأت قصتها. في البداية كان أوتو يتحجج بإصلاح الآلة لكي يزور دولي. عندما بدأ الجيران يشكون في الوضع، تبقت دولي خططها فطلبت من أوتو الانتقال والعيش معها، لكن لم يكن لديها أي نية على الإطلاق لتطليق زوجها، وبدلاً من ذلك خططت لانتقال أوتو إلى علية منزلها سراً حتى يكون دائماً بقربها. من منظور أوتو كان سيتوجب عليه التخلي عن وظيفته وعن جميع الاتصالات مع العالم الخارجي، والأغرب في الأمر أنه قد وافق. وحين انتقل الزوجان إلى لوس أنجلوس رافقهما سراً، بل وحتى بعد وفاة فريد استمر أوتو في العيش في العلية، لكن وجوده كان على وشك الانتهاء بشكل مفاجئ. فدولي لم تتقن دور الأرملة الحزينة بشكل رائع، ولأسباب شخصية بدأت تواعد محامي زوجها المتوفى وهو رجل يدعى هيرمان، وبسبب ولعها به قدمت له هدية لطيفة والتي كانت ساعة يد مرصعة بالألماس. ولم يمضي وقت طويل قبل أن اكتشف المحققون هدية دولي الصغيرة، وقاموا على الفور بربطها بساعة فريد التي يفترض أنها مسروقة، وهو ما جعل شكوكهم في أن دولي متورطة في الجريمة تتأكد. تم القبض عليها، ومع العلم أنها قد تواجه فترة طويلة في السجن، تحول إلى التفكير في أمر الرجل الموجود في الطابق العلوي الذي كانت قلقة للغاية بشأنه، فطلبت من صديقها الجديد هيرمان أن يأخذ بعض الإمدادات إلى علية منزلها، مدعية أنها سمحت لأخيها المتشرد بالبقاء هناك لفترة من الوقت، وكانت تلك كذبة واهية. شكر أوتو هيرمان على الطعام وأخبره عن علاقته بدولي وقتل زوجها، لكن لحسن الحظ لم يذهب هيرمان لإبلاغ الشرطة. بعدها ألغى القاضي المحاكمة بناء على نقص الأدلة، وبعدما يقارب من عقد من العيش في الخفاء والعام 1923 عاد أوتو سان هوبر إلى العالم الخارجي، وعلى مدار السنوات التالية أصبح التحقيق في مقتل فريد باردا، لكنها كانت مسألة وقت فقط قبل أن يكشف كل شيء. في العام 1930 تخلت دولي عن هيرمان شابرو وبشكل غير رسمي، وهو الرجل الوحيد الذي كان يعرف جميع أسرارها الخطيرة، فتوجه إلى أقرب مركز شرطة وأخبر الضابط الأول عن كل شيء، عن الرجل الذي ظل مختبئا في الدور العلوي لمدة عقد من الزمان والجريمة التي ارتكبها معا. بعدها تم إلقاء القبض على الاثنين وتمت محاكمتهما بتهمة قتل فريد أوتو الذي تزوج من امرأة أخرى سمحت له بالعيش في منزلها. اعترف بقتل فريد، لكن محاميه أقنع هيئة المحلفين أنه كان يحاول فقط حماية دولي من تعنيف زوجها لها، فتمت إدانته لكن بتهمة القتل غير العمد. وبناء على قانون التقادم أسقطت تلك التهمة، وبطريقة ما نجا أيضا من عقاب، كما هو الحال بالنسبة لدولي عن دورها في مقتل فريد. وانتهت محاكمتها عن عدم قدرة هيئة المحلفين على التوصل إلى قرار بشأن تورطها. وكما يمكن أن تتخيل، أحدثت قصة الرجل الذي عاش في علية منزل حبيبته لما يقرب من عقد من الزمان ضجة إعلامية، وأطلق على أوتو لقب باتمان أو الشبح، كما ألهمت قصته فيلما تلفزيونيا. وبعد ذلك استقرت دولي أخيرا في العيش مع زوجها الثاني حتى توفيت في أوائل الستينيات من القرن الماضي. فهل تعتقدون أن دولي هي من خططت لقتل زوجها من البداية؟ ولما تمت تبرئة القاتلين رغم وجود الأدلة؟ شاركونا آراءكم واقتراحاتكم عبر التعليقات أسفل هذا الفيديو. في أمان الله.
أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.